صدقة على مهنينا الله يرحمه ويستعليها في هذا النهار، وجد الجامع هنايا واحد الصدقة على مهنينا إن شاء الله بقدرة سيدي ربي، ودعوا معايا بالدعوة ديالهم الله يرحمها ويرحم ميمتي ويرحم كل أمهات اللي ميتة لهم منتهم، وعلى قولة الله أكبر شاركت معكم هذا الفيديو إن شاء الله بقدرة سيدي ربي، وباش نشارك مع مهنينا إن شاء الله. يلا خليكم على خير، وشنو نقول لكم ما يدرس هذا النهار بخير، ونستر لكم امور ونفتح حفظكم، بس ما نقدر نقول لكم الجامع شتي انا جيت لهنا الجامع ان شاء الله جيت لهنا. يلا خليكم مع واحد السيد الله يرحمها هاك خليت هادو لي بوتاي ديال الدو شتيهم. يلا فارسيتي نحن بعض الحضارات الاخرى يناقشون هل تعتبر المراه انسانا ام لا، ان الامه الاسلاميه اجل الترجمه